السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم مصطفى بيتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة. غادي نقدم لكم شي اللي عملناه خلال 30 شهر الماضية من عمر هذه الحكومة في 90 ثانية. الإنجاز اللي كان فخر به بزاف هو أننا اعتمدنا ولأول مرة استراتيجية وطنية للنهوض بالمجتمع المدني اللي سميناها نسيج، طبعا في طليعتها البرنامج الوطني لتقوية القدرات باش نرفعوا من القدرات التنظيمية والمؤسساتية للجمعيات المدنية. طلقناه بالجهة ديال فاس مكناس، في الأفق أننا نعمموه على باقي جهات المملكة من أجل أنه يكون عندنا مجتمع مدني مستقل منظم قوي ومهيكل ومساهم في التنمية. درنا 120 اتفاقية شراكة مع جمعيات المجتمع المدني بواحد الغلاف مالي اللي يناهز حوالي 14 مليون درهم، وقمنا بإصدار تقارير الشراكة ما بين الدولة وجمعيات المجتمع المدني برسم السنوات 2019 2020 و2021. ودابا الآن حاليا كنعملوا على أننا نخرجوا التقرير ديال الشراكة الخاص بسنتي 2022 و2023. قوانين وتشريعات متعلقة بالعمل الجمعوي، قمنا بإخراج المرسوم التطبيقي لقانون العمل التطوعي التعاقدي، المرسوم الخاص أيضا بتأليف وتحديد لجنة العرائض، وكذا مراجعة الإطار القانوني والنظام الداخلي للجائزة الوطنية للمجتمع المدني اللي رفعنا من القيمة ديالها الإجمالية، وأيضا دخلنا واحد الصنف جديد اللي خاص بالمغاربة المقيمين بالخارج. بالنسبة للمحور الآخر المتعلق بالعلاقة مع البرلمان، عززت الوزارة النظام المعلوماتي المندمج لتدبير وتتبع أشغال العمل التشريعي ومراقبة العمل الحكومي وتتبع السياسات العمومية من خلال إحداث فضاء خاص بالقطاعات الحكومية ووحدة خاصة لدعم اتخاذ القرار.